السلام عليكم. اليوم مع وصفة أموالكم بوصفة زمان. يلا نفكرهم شوية مع بعض. اليوم إن شاء الله درت لكم طابع نتاع الطلية، الطابع جاي يذوب في اليد، الطلية طرية تبقى مدة طويلة طويلة طرية. درت لكم كمية هكذا بالطلية، ودرت لكم كمية هكذا بك باش تشوفوا كيفاش يجينا. شوفوا كيفاش يجا كي درتو غير بالبيض من فوق وبالسكر، وهذا بالطلية. يلا تبعي معايا الآخر كامل أسرار الطابع والطلية كيفاش يجوك طريين ويجوك بنان. يلا تبعي معايا للآخر. بالنسبة للعجينة واش نحتاجو؟ حلو الطابع كامل نعرفوها، لكن اليوم راح نعطيكم ان ميثود باش تجيكم طرية. واش راح نحتاجو؟ عندي هنايا كاس نتاع البيض، عبري بأي عبر يكون عندك. الكاس تاع البيض يرفد 4 بيضات كاملين. إذا كاس بيض اللي رايحة ندلو، كاس تاع السكر عادي، راح نزيد عليهم الزست على القارص. حب الطابع تحب بزاف الزست على الليمون. طبيعة الحال نحي غير القشرة هذيك الصفراء نديرها، ندير اللي راح نزيد عليهم غير فاس صغيرة نتاع لافاني ولا نص مغرف كبيرة. لافاني لازم في الحلوة خاصة كي تكون بالزيت. عندي هنايا زوج مغارف تاع حليب غبرة اختيارية، إلا درتيها تعطينا بنة ولون شباب للطابع، ما درتيهاش يجي شباب، لكن إلا درتيه يزيد يعطينا البنة. دوك واش راح ندير؟ راح نخدم من الباتور هذا الخليط تاع البيض والسكر مليح مليح حتى يولي رغوي ويولي خفيف. بسم الله. بعد ما طلعته مليح راح نزيد الكاس تاع الزيت، لكن الكاس تاع الزيت راح نزيدو غير بالعقل وانا نخلط بالباتور حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. بسم الله. اذا هنايا ها هو الخيط معنا واجد. واش ندير؟ راح ندلو شويه نتاع فارينة وندلو 2 كيس تاع خميرة الحلوة. دوك اللي ما حبش دير 2 كيس تقدري ديري غير كيس ونص، لكن انا في الكاس نحب ندير زوج اكياس يعني، وكل وحده حره هكذا باش نجيكم حلوة الطابع شابه. سينو ديري غير كيس ونص. دوك عطيت لكم ندير 2 كيس ونبقى نلم في العجينه، لكن العجينه تاعي كيفاش راني حبتها؟ حبتها تكون طريه، لازم طريه بزاف وتلصق في اليد. اذا نبدا نلم في العجينه تاعنا غير بالعقل وانا نزيد الفارينه حتى نحصلوا على العجينه اللي تكون طريه بزاف. اذا ها هي العجينه معنا. شتو كيفاش راني نلمها؟ دائما جيبي من التحت وطلعي للفوق، حنا مانيش حابين نعجنوها. هنا لازم تلصق، تكون تلصق في اليد. شفتو كي نجسي هنا بالناشفه لازم تكون تلصق في يدي. هنا نحبسو الفارينه ونخليها ترتاح واحد الربع ساعه ونبدا نشكل في الحلوه تاعنا. بعد ما خليت العجينه ريحت شويه حتصيبيها شدت روحها وتخدمي بها اليس. اليوم راح نهضر لكم على الليمون البنات. واخيرا واخيرا صبنا ليمون اللي نديروا بهم حلوه الطابع بكل اريحيه. هايلين، شوفوا الحجم تاعهم، لانه الاكثر راح تسيبوا ليمون هذوك الصغار، لكن هادو عمليين وديري بهم واش حبيتي. ولا غير ما خموش في النجمه، زمان كانوا يسموها النجمه وهلالات شفاولها، لكن هادو هايلين. ها بليك الهلال هذا هايل تاع الورد، هذا حلو الطابع تجيبيه تحفه تاع الطليه. وعجبني هذا، هذا هايل. شوفوا كيفاش عامل عندك، هذا ديري به لك عكعات. شوفوا هذا يجي عريض على هذه الجهه، وهذه الجهه لحلوه النقاش ديريها من بعد تخرجيها وتبعي هذه الخطوط وتنقشيهم، والكعكعات ديري في هذا تاع البلاستيك. شوفوا شحال غامق لداخل، يعني خمو فيه مليح مليح هذا المول. شفتوا يجي هايل هذا. كاش نهار ندير لكم به كاش وصفه. يلا خلي اليوم نخدم بهادو، هادو عجبوني. شوفي هادي تاع الورده تحفه. اذا نحكم كميه نتاع العجينه اللي رايحه نديرها في الكيس بلاستيكي. انا نحب نستعمل كيس بلاستيكيه، ديروا من الاحسن كيس بلاستيكي. راح ندير شويه نتاع لا مايزينا، من الاحسن مايزينا. ما عندكش معليش ديري الفرينه لكن ما تكتريش. نشد شويه نتاع العجينه تاعنا ونفتحها. شوفوا غير تخليها تريح رايحه تشد روحها. نفتحها غير بيدي يعني ما تحتاج حلال، حلال نستعمله في الاخر باش نحي لي طراس برك
نتاع اليدين هذا ما كان هكذا، وحلوها شويه خشينه ونطبعها، لانه حلوه الطابع لازم تكون شويه مرفوده ما تكونش هابطه. مام هنا الا حبيتي ديريها بصفر البيض على الوجه تجي هايله وتتنفخ وتجي تحفه طالعه. اذا نطبع الحلوه تاعنا، نحوها هكذا. شتو الطريقه كيفاش نديرو تاع حلوه الطابع؟ لانه العجينه تاعها بزاف تلصق، راح نعاود نوريلكم الطريقه كيفاش نطبعو. لاحظوا معنا، تطبعي بهذه الطريقه وتجبدي الحبه نتاعك شويه هكذا باش ما تصيبيهاش لاصقه مع العجين هكذا. شفتوا؟ اذا راح نكمل نطبع نعمر السنيوان تاعنا. بعد ما عمرت السنيوان راح ندخلها للفرن على 170-180 درجه حتى يطيب. تاع الطليه يعني ماشي للشرط يتحمر، المهم يطيب لنا ونخرجه. وهنا حبيت ندير لكم حبات بالصفر تاع البيض من الفوق. هنا عندي صفار بيضه درت لها حوالي مغرفه كبيره تاع الحليب، راح نزيد لها مغرفه صغيره ماشي معمره بزاف تاع قهوه سريعه الذوبان ونديرها، تعطينا لون بزاف شباب. وندهن الوجه نتاع الحلوه تاعنا دا يعطيها لون شباب، اذا ندهنهم كاملين. وندير لها شويه تاع السكر كما بكري كما زمان، تقدروا ديروا الفيرميسال هذيك اون كولور، انا نحبها بالسكر. اذا نزيد نطيب هذه الحلوه ثاني ونعاود نرجع لكم. اذا ها هي الحلوه تاعنا كيفاش نطيبوها تاع الطابع تاع الطليه. طيبوها هكذاك بيض، كي تخرجيه من الفوق تحسيه طري بزاف، خليه غير يبرد راح يشد روحه، لكن كي تمسيه هكذا تحسيه طري. ولي درت له البيض والسكر شوفوا كيفاش طاب، الله الله عليه. حبيتي ديريه هكذا حبيتي ديريه بهذه الطريقه، شوفوا داك الهلال الله الله. انا عجبوني هاد الطوابع لانه الحبه تجي كبيره. ميم طريقه التحضير تاع تاع الطابع لازم تتبعيها. يلا خليهم يريحوا يبردوا باش نديروا طليه. دوكا حنوجدوا الطليه. الطليه واش فيها؟ عندي هنايا ثلاث مغارف كبار نتاع ما زهر، يعني هذا الكيل يكفينا لهاد الكميه نتاع الطابع تاعنا. عندي هنا ثلاث مغارف كبار نتاع الحليب وثلاث مغارف كبار نتاع الزيت، وراح نزيد لهم ثلاث مغارف كبار نتاع عصير الليمون اللي عصرته، الزاز درناه في العجينه والعصير نديروه في الطليه. اذا ثلاث مغارف كبار، وخلطي غير بالمغرفه تاع الحطب، هنا ما تستعملي والو غير مغرفه تاع الحطب. ونبقى نزيد السكر كلاص حتى نتحصل على القوام اللي راني حبيته تاع الطليه، يعني كي ديريها فوق الحبه ما تهبطش كامله. اذا نبقى نزيد السكر كلاص. اذا ها هو القوام نتاع الكلاصاج تاعنا. انا اليوم حبيت نديرو في الموف، لكن ندير حاجه قليله. ها هو الملون اللي شريته، ندير حاجه قليله لون بنفسجي شريت، ندير غير شويه ونشوف. هنا الملونات بالكم منهم، ماشي تروحي ديري كميه كبيره ما تجيك كولور اللي ما تعجبكش. في الاول ديري قرصه على راس المغرف، نخلطهم مليح مليح باش هذاك اللون يندمج معنا. نزيد غير شويه على راس المغرف هكذا باش نطيح في لاكولوغ اللي راني حبتها. اذا الطليه تاعي راهي واجده، وهنا عندي هاد ليتيج راهي تباع دي بوكي دو فلو بلي كولوغ، تشريه يعني هنا مجرد اقتراح فقط، هنا ماشي شرط ولكن يجي بزاف شباب. تشري الكولورون على حساب الورد، تشري غوز الكولورون غوز اصفر اصفر، راهم كاينين كامل لي كولوغ. بعد نقطع هكذا ليتيج هكا صغار، كل وحده نديرها في حبه تاع حلوه. صح هذا ما يتكلش في الزين فقط، هكا لي تيج هكذا صغار وكل وحده نشبح بها فوق الحبه تاع الحلوه. نبدا نطلي في الحلوه تاعنا فوق الفرشيطه دائما، ونرفد الطليه ونحطها على الوجه نتاع الحلوه تاعنا ونخليها تهبط. اللي حبه تطلي كما تاع زمان دخلي غير الفوق وتخرجي تقدري، لكن هكذا خير تجي الحبه فيها لا فينيسيون. نهبط قسمه نقدر، الطليه تاعي هايله. انا ماشي راح نزيد لها السكر، وراح تجيني رقيقه خير خير ما تجيني خشينه. وهاد الطليه اصلا عارفه كيفاش تخبي الحلوه تاعك فقط ما تنشفش،
يعني ما تيبش تبقى مدة طويلة. بعد نحطها لهنا فوق الكرياج بهذه الطريقة، شفتوا اللون تاعها بزاف شباب. بعد نحط هذيك لاتيج اللي قطعتها ونلصقها هكذا فوق الحلوة تاعنا، غير شوية نلصق غير شوية هكذا باش تجينا باينة. شوفوا الحلوة تاعي شحال جات شابة. يلا هنكمل نطلي كامل الحلوة تاعنا وما نشوفوها، ونخليها تنشف في مكان يكون فيه الهواء شوية، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله نشوفوا الحلوة تاعنا واجدة معنا. الوصفة تاع نهار اليوم هي معنا واجدة، ها هي الحلوة تاع الطابة اللي درتها بالطلية. دوك التزيين يبقى حسب الاختيار. والله الحلوة كي تشيها من التحت تحسيها بونج، ماشي تحسيها انه حلوة جافة ويابسة. هذه اللي درتها بالطلية، وهذه درتها لكم عادية تقليدية تاعنا، يعني في زوج تقليدية. هذه درتها لكم هكذا بالبيض، شوفوا شحال جا، وقتوشيه من تحت الطري صبعك يدخل، تحفة تحفة تحفة. يلا نقسم لكم حبة تاع الطلية هكذا باش تشوفوا عن قرب كيفاش جانا. إذا نقسم لكم هذه الحبة، بسم الله، شوفوا يعني نويت فقط، نويت فقط تقسمت، شوفوا كيفاش جا من الداخل، راكم تشوفوا فيه الطري هايل تحفة. تبعي الطريقة واش كامل واش خدمت، الطلية تبقى طرية فقط خبيه. أنا كاش نخبي الحلوة دائما تسقسوني هذا السؤال، نحكم علبة بلاستيك نفرش عليها البابي ألمنيوم، نحط الحلوة تاعي نعاود نغطيها بالألمنيوم، نغلق العلبة تاعي مليح ونخليها في مكان على جهة، والله الحلوة تبقى لي طرية مدة طويلة. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفة، أني متأكدة أنها راح تنال إعجابكم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. بالصحة فطوركم، وإلى اللقاء.